قرابه بين يديه ولا فائده بالدخله والخلجه للقضاء ويكفيهم من التهميم والتغليظ والقمع والقهر كوزير عدل بالادله والحجج ليس بالكلام الفارغ. وهذا اقدر طالب وزير العدل شخصيا على مواجهه جلسه التونسيه، لكن لا يمكن ان يكون وزير يتصرف بهذا التصرف اللا انساني. التحرك هذا هو مواصلة لتحركات سابقة خاضتها جمعية قضاة التونسيين وقوى الحية في المجتمع المدني. آخر تحرك قمنا به في المجلس الوطني التأسيسي هو يوم 27 أبريل 2011 داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي. نحن نخوض هذا التحرك أولا ممزوجين بخيبات الأمل وبالانتظارات، ولكن نخوضه كذلك من أجل إقرار استحقاقات الثورة وهي استقلال السلطة القضائية. نحن من أجل وضع انتقالي يكون خطوة لوضع نهائي ضامن لاستقلال القضاء. لا يمكن أن يكون هناك وضع انتقالي دون وضع نهائي دون وضع انتقالي يؤسس لهيئة مستقلة لاستقلال السلطة القضائية. هذه الهيئة تكون في إطار مجلس يقع في أغلبه يقع انتخابه من طرف القضاة لكي يكون ضامنا للنقلة للترقية للتأديب، وكذلك لكي يلغي امتيازات وزير العدل التي لا يملكها. كذلك نحن مع إقرار وضع نهائي يؤسس لمعايير استقلال السلطة القضائية تبقى ضمانات القضاء الحديث. نحن مع إقرار مبادئ لاستقلال هذه السلطة. المبادئ الأساسية معلومة يجب تبنيها وإقرارها. أولا مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، حصانة القضاة، ضمان مبادئ تضمن استقلالية المادية للقضاة. نحن مع هياكل، هذه الهياكل يجب أن تستند على قاعدة الانتخاب وأن تكون في أغلبها متركبة من قضاة. نحن مع إلغاء القضاء الاستثنائي للمحكمة العسكرية. نحن ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية. هذا في مجمله مقومات الأساسية لاستقلال هذه السلطة. من أجل هذا لا من أجل أنفسنا نقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية مع ائتلاف المجتمع المدني مع حضور المجتمع السياسي، ونحن كذلك ممتنون لحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. نحن كذلك نستهدف من هذا بث الوعي لدى العموم بأولوية المسألة القضائية وأولوية استقلال القضاء كإحدى استحقاقات الثورة. احنا اليوم جمعية قضاة التونسيين نظمت وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي، وكنا نتوقع أنا باش نكون داخل المجلس التأسيسي. قدمنا مطلب لرئاسة المجلس مثل ما قمنا به في المرة السابقة، إلا أن للأسف تم الاتصال بنا هاتفيا وأعلمنا بأنه لا يمكن لنا تنفيذ الوقفة داخل المجلس. رغم ذلك قررنا أن ننفذها أمام المجلس بمعية كل مكونات المجتمع المدني أو عديد من مكونات المجتمع المدني والمواطنين اللي حسينا فيهم وأنهم فعلا يؤمنوا بضرورة أن يكون للقضاء سلطة قضائية مستقلة
وكما تروا أن الشعارات التي رفعت كلها كانت في الاتجاه المطالبة بضمانات استقلال القضاء، من بينها فك الرباط الارتباط أو معناها الفصل بين النيابة العمومية والسلطة التنفيذية. هذا الشيء الذي لم يتوفر ولم نقرأه في المشروع الدستور في باب السلطة القضائية، كما أن هذه الوقفة هي في حقيقة الأمر صرخة فزع لما يشهده القضاء من تردي نتيجة الفراغ المؤسسي الذي يعيشه. وهذا الفراغ هو في حقيقة الأمر هو الهيئة الوقتية المفروض التي كانت أحدثت منذ أشهر، وهذا الفراغ هو الذي ترك السلطة التنفيذية تنفرد بالقضاء، والوزير العدل هو الذي أصبح يقوم بدور المفروض الذي تقوم به الهيئة الوقتية، هو الذي أصبح يعين القضاة، هو الذي أصبح ينقل القضاة، هو الذي أصبح يرقي القضاة، هو الذي يعطي يسدي يعني الخطط الوظيفية، هو الذي أصبح يعفي القضاة تحت علة التطهير، ولكن هذا لا يندرج ضمن التطهير، هو بل بالعكس ما قام به هو عملية ترهيب القضاة حتى لا يخرجون أو لا يستقلون. وهذا هو المساج اللي أنا نعتبر أن وجهونا سيد وزير العدل بالإعفاءات، وهو إلى حد اليوم يهدد بأن لديه قائمات أخرى دون أن يذكر من هم هؤلاء القضاة وما ينسب إليهم. هذه الأشياء جعلت أن القضاة أصبحوا يعيشون في وضعية حرجة جدا، وأصبح المتقاضي يشكك أكثر ومن قبل في القضاء، وهذه بطبيعة الحال لن نقبله نحن كجمعية قضاة تونسين اللي معناها أعطت عهد على نفسها أنها ستقف إلى جانب الشعب في تحقيق أهداف الثورة، ومن بين هذه الأهداف قضاء مستقل وسلطة قضائية مستقلة.